السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا طريقه عمل هذا الدرس هذا بالراندا. فهاد الدرس هذا انا خدمته بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، كيف ما سبق لي وشرحت لكم في واحد الفيديو اخر ان ما بقيتش تنخدم بالحرير ديال الصابره نظرا للمشاكل ديالو. مره تخدمي بحرير زوين، مره تخدمي بحرير خايب. هذاك الشيء علاش قلت انا نخدم بالحرير مبروم ونهني راسي، دائما النتيجه كتكون رائعه كيف ما كتشوفوا معايا الان. هاد الجلابه هذه خفيفه ظريفه، خدمتها براند السبوله مع الحصيره، يعني كنبقى كنخدم شويه في السبوله وشويه راند عاديه. المهم في الفيديو القادم غادي نخدم معكم الطرز الرباطي اللي درت فوق من هذيك الحصيره، اما راند السبوله ففايت لي خدمتها معكم. هذاك الشيء علاش قلت بلاش بلا ما نعاود نخدمها. المهم الان غادي نبدا معكم الدرس. لاحظوا معايا هذا الحرير مبروم درته على ثلاثة ديال الشعرات، صراحه النتيجه رائعه جدا خصوصا في الدرس. الدرس تيجي صغير ومتقون اكثر من الحرير العادي. حاولوا انكم تجربوه، انا متاكده باللي ما غاديش تندموا وغتكون نتيجه جد جد رائعه. المهم دابا غادي ندير غير الحبكه العاديه، كديري غرزه ديالك في التوب كيف ما كتلاحظوا معايا الان، جر الخيط ومن بعد كنهبط الخيط لتحت وترجع في هذيك الغرزه بحبكه عادي جدا. الان طلعت الخيط لفوق وضربت هاد الضربه في التوب وغادي نرجع فيها بحبكه. دائما في الحبكه كنهبط الخيط لتحت وترجع في هذيك الغرزه وتنديروا فيها الحبكه. المهم ثم حاولوا انكم ما تخدموش بزاف في الحبكه، عاد ترجعوا ديروا الدرس. انا غادي نبقى غاده مقاده، يعني غنخدم غير شويه في الحبكه ونخدم الدرس ونبقى غاده شويه في الحبكه شويه في الدرس. علاش؟ باش هذاك الخيط اللي غادي فاش يتقاد لي الخيط، ملي كيتقاد لك الخيط من الدرس كتلقاي باقي عندك التوب فين دفني هذاك الخيط وتكملي الخدمه ديالك. اما لمشيتي بالحبكه حتى للراس عاد عاود ترجعتي غادا ديري الدرس ما غتلقايش الخيط فين دفنيه وغتبقاي ديما واحله في هذاك الخيط. هذاك الشيء علاش انا خدمت فقط هذه المسافه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا، وغندير لها الدرس ديالها عاد نرجع نبقى غادا بالحبكه والدرس، الحبكه والدرس حتى نوصل للنهايه. الان انا خديت خيط جديد كيف ما كتلاحظوا معايا على ثلاثة ديال الشعرات فقط، وغادي نثبته في اول حبكه. من بعد تترجعي تخدمي في ثاني حبكه وغادي نديرو فيها هاد الغرزه هذه. لاحظوا معايا احنا غادي نقولوا بلي هذه هي اول غرزه، ودابا غنمشيو للحبكه اللي من موراها ونديرو ثاني غرزه. لاحظوا معايا ونمشيو للحبكه اللي حداها ونديرو ثالث غرزه. المهم انا هنا فاش كنت خدامه الحبكات قربتهم من بعضياتهم بزاف لان الحرير عندي الحجم ديالو رقيق فضروري خاصني نقربهم. كترجعي في هاد الغرزه الثالثه وتديري فيها هاد الدرس ديال الواحد، كتلوي ثلاثه اللويات ولا ربعه على حسب كل وحده، وغادي نرجعوا فيها بهاد الغريزه هذه. المهم الدرس ديال الواحد عادي جدا. والان غادي نمشي نطلع الخيط الفوق ونمشي لهاد الحبكه اللي حداها، والان هبطت الخيط لتحت وغادي نمشي لهذيك الغرزه الثانيه اللي كنا درنا وغادي ندير فيها هاد القوس هذا. لاحظوا معايا مزيان هاد نصف دائره، ودابا غادي نعاود نرجع في نفس الغرزه ولا نفس الحبكه اللي خدمت فيها سابقا ونعاود نرجع ندير قوس اخر. هنا تندير جوج ديال الاقواس باش كتجيك الخدمه واقفه مزيان وفي نفس الوقت نلقى كيفاش ندير حتى نخدم هاد الدرس. دابا غادي نعمر هاد الاقواس بالحبكه ولكن باعداد محدده. هذه اول حبكه ودابا غادي نخدم المهم هذه ثاني حبكه ونطلع الخيط الفوق ونخدم ثالث حبكه رابع
حبكة، والخامس حبكة. لاحظوا معي مزيان، هذه رقم 6 وهذه 7 8 9 10 11 12 13 وغادي نزيد نخدم آخر وحدة اللي هي 14. من بعد ما خدمت 14 حبكة على هاد نصف دائرة، غنطلع الخيط الفوق باش ندير غرزة في أول غرزة كنا درناها. هنا الأعداد مهمين باش يجيكم الدرس مقاد وكل واحد يجي بحاله بحال الآخر. المهم درنا هاد الغرزة هادي، غنطلع الخيط الفوق ولاحظوا معايا غنخدم فوق من أول حبكة اللي هي هادي، هي هادي، ركزوا معايا مزيان، فتدخلي فيها البراء وديري الحبكة الأولى. دابا حاولوا تنتبهوا معايا، من بعد غادي ندير الحبكة الثانية، الحبكة الثالثة، وهذه الحبكة الرابعة. نجر الخيط مزيان، ودابا غادي نعاود نطلع الخيط الفوق ونمشي ندير الحبكة. لاحظوا معايا مزيان، الحبكة الخامسة وهذه الحبكة السادسة والحبكة السابعة. نحاول هنا نخدمها. المهم حاولوا هنا تديروا غير الابره ديال رقم 6، انا هنا خدمتها بالخمسة جاتني شويه صعيبه. المهم ديروا غير الابره رقم 6 غتجيكم مزيانه. هنا دوري الخيط لتحت ورجعي في هذيك الحبكه ولوي ثلاثه اللويات باش يعطوك هذا الدرس هذا. لاحظي معايا مزيان، غدا تطلعي الخيط الفوق وتجري مزيان، تهبطي بضفرك وتعاود ترجعي الخيط لتحت وترجعي في هاد الدرس هذا بجوج ديال الحبكات. هاد الدرس اللي درته هنا الفوق ماشي هو نفسه اللي خدمت به لتحت، لتحت درت غير الدرس ديال الواحد، وهنا فضلت يعني انني ندير هذا. المهم اللي بغات دير نفس اللي درناه لتحت تعاودوا، ماشي اشكال. المهم كترجعي فيها بجوج ديال الحبكات، ودابا عاد كنهبطوا لهذوك الحبكات اللي بقاو لينا لتحت. المهم هذه الحبكة الأولى وهذه الثانية، وما زال نهبط الخيط لتحت وندير الحبكة الثالثة والرابعة ونطلع البرا. لاحظوا معي الحبكة الخامسة والحبكة السادسة، والآن غادي نمشي لهذه وندير معاكم الحبكة السابعة. لاحظوا معايا مزيان، هذا هو الدريس، تيجي ساهل وبسيط والمنظر ديالو رائع جدا. دابا تطلعي الخيط الفوق وترجعي في هذيك الحبكة اللي كنا درنا فوق توب وديري غرزة. الان هذا هو الدرس. دابا غادي نبدا معاكم واحد جديد باش نتاكدوا باللي راحنا غادي مزيان. المهم هذه هي اول غرزه، انا غادي نقول اول غرزه ياك باش نمشيو بالتدقيق، وغادي نمشي للثانيه، هذه ثاني غرزه، ودابا نطلع الخيط الفوق وندير ثالث غرزه. كديري ثلاثه ديال الغرزات فوق من هذيك الحبكه، عاد كترجعي في هذيك الثالثه وتلوي ثلاثه اللويات وتجري الخيط الفوق. المهم انا هنا شويه سرعت الفيديو باش نساليو بالزربه، لان جا الفيديو طويل بزاف. تديري الدرس ديال الواحد وترجعي في هذيك الحبكه ديري غرزه، والان غادي نهبط الخيط لتحت ونمشي لتاني غرزه باش ندير هذا القوس، ونعاود نرجع ندير قوس اخر باش تجي الدرس يجي واقف وشاد في راسه.
مزيان. دابا طلعنا الخيط الفوق وغادي نعاود نخدم الحبكة كالعادة، نفس الأعداد، هذه الحبكة الأولى وهذه الثانية. المهم غديروا 14 حبكة وترجعي في هذيك الغرزة الأولى وديري غرزة. الآن كتطلعي الخيط الفوق وتخدمي فوق أول حبكة، فهذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. فاش تديري هاد الحبكة السابعة فيها كطلعي بهذيك هاد الدرس ديال الواحد اللي تيجي فوق في الراس، هو اللي تيعطي المنظر زوين لهاد الدرس هذا. منذ بلوي ثلاثة تلويات وجريت الخيط وكنرجع فيها بجوج ديال الحبكات على هاد الشكل. ودابا غادي نبداو الحساب مرة أخرى، نعاود واحد ديما الخيط الفوق وندير اثنان، لاحظوا معايا مزيان، ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. من بعد ما كملت السبعة كتهبطي تخدمي غرزة واحدة في هذاك الحبكة اللي درنا على التوب. لاحظوا معي الشكل ديال هاد الدرس كيفاش كيجي رائع رائع جدا. وما تنسوش أهم حاجة وهو الحرير مبروم اللي كيخليه كيعطيه واحد المنظر أفضل، وأن الحرير مبروم ما تيتشنتفش، هادشي علاش أنا فضلت أنني نخدم به، ما كيتشنتفش. كنخدم به الراندة، كنخدم به الكروشي، كيبقى دائما زوين. هذه هي فتحة العنق. اللي بغات ممكن انكم عوض هذيك الحبكة اللي درت انا وخدمت فوق منها الدرس، ممكن انكم تديروا قاعدة كبيرة كيف ما كاينه في هذه الفتحة العنق وتخدموا عليها هذاك الدرس في حالة الى عجباتكم، او خدموا مباشرة فوق التوب. مهم هذا هو القب، فلاحظوا معايا هذا هو القب، خدمته بهالطريقة هذه جزوين. اما النصف طوق فهو هذا الشكل ديالو بسيط، في الجزء القادم ان شاء الله نشوفوه. المهم شكرا لكم كاملين وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.